الثامن الأخ العقيد سعيد الهاجري من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية. لاحظت هو إشاق ثم تحري ثم تحقيق، الآن إن شاء الله يكون إصلاح مع الأخ سعيد الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعاً نحيي الدكتور أحمد السندان والحضور والزملاء على هذا الملتقى الطيب الذي يعني بإذن الله إن شاء الله يكتمل بالنجاح ويكمل في تضافر الجهود لأجل إنشاء يعني عمل اللجنة المختصة لمتابعة جميع القرارات والتوصيات التي تنتج عن هذا الملتقى. طبعاً الأخ العميد صالح الغنام تكلم بالكثير، وكذلك العميد بدر المضمور والإخوان تطرقوا إلى كل شيء. طبعاً إحنا نعتبر في النهاية الإدارة العامة مؤسسات إصلاحية هي المكان الأخير للمتعاطي المخدرات. إحنا الإدارة العامة إصلاحية لنا دورين، داخل السجن ودور خارج السجن. طبعاً نستقبل جميع المحكومين في جميع القضايا، وداخل السجن يتم تصنيفهم بعد عرضهم على الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي بحيث يتم تصنيفهم إلى عدة عنابر. والحمد لله رب العالمين تم إنشاء قسم الرعاية اللاحقة قبل تصير إدارة في 2001 اختصت في متابعة متعاطي المخدرات داخل السجن من خلال وضع برنامج علاجي مختص تقوم عليه جميع الجهات وأجهزة الدولة مثل وزارة الأوقاف وجمعية إنشاء الخير وال الطب النفسي والتعليم التطبيقي. وطبعا عمل برنامج متكامل بحيث يتم ادماجه في هذا البرنامج للحل اللي بينه وبين طبعا تعاطي المخدرات مره اخرى. مده البرنامج داخل السجن يعني من سنه الى 9 شهور، يتم خلالها طبعا تطبيق عليه البرنامج من نشاط رياضي ونشاط اجتماعي ونشاط ديني. طبعا احنا الكل يعلم ان يعني الوازع الديني له اهميه كبيره في تثبيت واعاده الثقه للشخص وافهامه المفهوم الحقيقي لمعنى الحلال والحرام. احنا كل سنه نفتخر ان نطلع ناس الحمد لله رب العالمين من تخلصوا من هذه الافه وادرجوا في المكرمه الاميريه لصاحب السمو اللي هي طبعا توافق مع العيد الوطني لاحتفالات الكويت. بعد خروجه من السجن المركزي يتم الحاقه في اداره الرعايه اللاحقه التي انشئت في 2009، وتشرفت ان انا اكون مديرها الحمد لله رب العالمين. فيتم متابعه المفرج عنه، طبعا لما نقول رعايه لاحقه هي مجموعه من الخدمات الانسانيه والاجتماعيه التي تقدم الى المفرج عنه بحيث انها تكون يتم متابعته ودراسه سلوكه وعرض على الاخصائيين النفسيين وحل جميع مشاكله الاجتماعيه والماديه. طبعا بالتوافق مع الاخوان في جمعيه بشار الخير، وزاره الاوقاف، الطب النفسي، بيت الزكاه. فالحمد لله رب العالمين. طبعا انا ودي اتكلم عن احصائيه موجوده عندي اللي هو طبعا بدايه البرنامج كان في 2001، احنا الحين 2012. طبعا نتكلم ب 2011 اللي هي 10 سنوات. طبعا كان في اقبال شديد طبعا على البرنامج السابق، لان المفرج عن المتعاطي المخدرات او المحكوم في قضيه المخدرات المتعاطي يكون بخمس سنوات. فاذا تم دخول البرنامج يتم اكتفاء بفتره البرنامج اللي 9 شهور ويجتاز البرنامج ويفرج عنه سياسه السجن المفتوح اللي طبعا يتم متابعته بعد خروجه من السجن. فالاستفاده الحقيقيه تكون له طبعا انه لازم يجتاز البرنامج هذا. طبعا في ناس ما يجتاز البرنامج لظروف اخرى، لعدم قناعته او لعدم اهتمامه في الاقلاع عن المخدرات، عدم وجود الرغبه الحقيقيه للاقلاع عن المخدرات. طبعا احنا كان في 2001 كان عدد الملتحقين في البرنامج 99 وكلهم ذكور. فمنهم 88 كويتي وكان عندنا 11 غير كويتي، الاجمالي كان 99. طبعا في منهم عائدين اللي هو نقصد بالعائدين اللي هي تختص فيها اداره الرعايه اللاحقه في متابعه المفرج عنهم، بحيث ان المده المتبقيه من الحكم لا بد من طبعا التزامه في جميع الفحوصات اللي طبعا يتم عملها داخل اداره الرعايه اللاحقه للكشف عن المخدرات.
دور دور مؤسسات صلاحية عندها مثل ما تفضلت أنا قبل شوي دور داخل مؤسسات صلاحية وهو دور إصلاحي، ودور خارج مؤسسات صلاحية متمثل في ذات الرعاية اللاحقة وهو دور إصلاحي. طبعا الكل منا يسعى دائما لإصلاح طبعا النشء، وهذا طبعا دور كبير ينط فيه جميع أجهزة الدولة دون استثناء، من وزارة التربية، من وزارة الصحة متمثلة في الطب النفسي، من الإدارة العامة للباحث طبعا اللي لها دور كبير، بحيث طبعا احنا نسمع في دول قريبه منا طبعا ان لا يتم معاقبه المدمن من اول، فيعطونه فرصه فرصتين ثلاث. اللي نسعى الان احنا طبعا بس بعد صدور الحكم نسعى لاداره الرعايه اللاحقه ان لا نعاقب الشخص باعادته للسجن، ولكن نمنحه فرصه فرصتين ثلاث، لان مثل ما مع الاخوان في الطب النفسي وضحوا لنا معلومه ان الانتكاسه امر صحي للمدمن، انه يعني يستعيد قوة مرة ثانية ويتم إن شاء الله إدماجه في المجتمع. طبعاً إحنا سعيدين جداً باللقاء هذا، ونتمنى إن شاء الله أن تضافر جميع الجهود، لأن يعني في جهود بعضها يعني متقاربة والبعض الآخر تحس أن كل جهة تشتغل لحالها، لكن أتمنى إن شاء الله من ضمن التوصيات أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشتركة مع جميع الجهات، يتم يعني وضع الحلول المناسبة والاطلاع على جميع الطرق الحديثة في معالجة. طبعاً يعني يمكن نتفق نختلف أن هذا مريض أو هذا مجرم، لكن إحنا بالأخير نهدف إلى الإصلاح الجميل. والسلام عليكم.